الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دائما ربنا جل وعلا يذكرنا بهذا النعيم ويذكرنا بما أعدها الله جل وعلا لأوليائه الصالحين، كل ذلك ليبقى هذا الأمر بين الأعين ولا ننساه ودائما نعمل له، وهو المفترض دائما هو المشروع الذي لا يغيب. الإنسان عنده مشاريع كثيرة في الحياة، أعظم مشروع ينبغي أن لا يغيب عن ذهنك اللي هو المشروع هذا، مشروع الجنة وما أعدها الله لك. لذلك الله يذكر في القرآن دائما، يذكر بهذا النعيم، انتبه لا تنسى هذا، خله دائما بين عينيك. كل أعمالك وكل روحاتك وكل جياتك وذهابك ورقيتك ونزلتك ونومتك، دائما اجعل هذا بين عينيك أنه يقربك إليه. لكن بقول لكم سر، وربنا جل وعلا أحيانا يعطي هدايا خفية، يسمونها هدايا خفية، موجودة في القرآن. يعني من الهدايا الخفية في قوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم تأتي آيات الصيام وأحكامه وتفصيلاته، ثم يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معناته وشو؟ معناته الإنسان إذا كان متلبس بهذه العبادة فإنه أقرب ما يكون إلى الله، فليدعو الله لأن الله سيستجيب له. هذه من اللطائف الخفية، مع أن الله جل وعلا يريد لنا الخير ويريد، لكن تنبه. من الأشياء اللطائف الخفية في مثل هذه: تريد الجنة، تريد أن تكون من أهلها، استمع إلى ما قالها الله جل وعلا بعد هذا الوصف الذي الحقيقة تطير له القلوب له فرحا، وصف أهل الجنة والنعيم اللي فيها والبلدان واللي فيها من الاستبرق. قال جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اسمع الهدية: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وش نفهم من هذا؟ معناتها أن القرآن من الأسباب العظيمة للوصول الجنة، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الصبر من أعظم ما يقربك إلى الله، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصديق، اختر صديقك، ترى هو سر في حياتك وسوف يقربك إلى الخير إن كان من أهله، وإلا إلى الشر إن كان من أهله. ولا ننسى القصة المشهورة، قصة أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كاد أن يقول كلمة التوحيد إلا أن الأصدقاء أثروا عليه فقال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر. الرسول يقول: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة لا إله إلا الله. ما قالها ليش؟ لأن فوق راسه أصدقاء سوء. من الهدايا قال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. كثرة الذكر لله الصباح والمساء، اللسان يلهج دائما بذكره سبحانه وتعالى. وأعظم توفيق للمسلم أن يوفق إلى عبادة الذكر. ليش؟ لأنها عبادة سهلة لمن يسرها الله عليه، لكن أجورها عظيمة. ثم نختم: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. من وفق لقيام الليل فقد وفق إلى خير عظيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان وأحبابنا ووالدينا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الله يجزاك خير على هالكلام الجميل أبو عمر وهالكلام المفيد. أبو نايف تفضل. لعل الآن طعام الطعام والبذل والصدقة، قد يكون الآن الإنسان يقول: والله هالآيات حفزتنا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ما أطعموا إلا أخلاص. لكن الآن قد يقول: نطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قد يقول قائل الآن: أنا لا أستطيع أن أجد يتيم ولا مسكين ولا أجد هالصفات اللي ذا، وين ألقاهم فيه؟ نقول: تلقاهم في هالوقف. ما شاء الله. هالوقف اللي في المدينة،
تجد هذه يعني أنت تبرع بس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الوقت تعهد لك أنه بيتولى هالمهمة عنك، بس عطنا وصل لدراهمك وبشر بالخير. كافو. ولا قالوا لك ترى ما نبدي إلا ألف ولا مليون، لا لا لعشرة ريال ترى قابلين ما مقبولة يعني، ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما، إنما إيش بس بشرط نطعمكم لوجه الله. أهم شيء يا أخي أنك إذا أطعمت أن يكون الإطعام هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن أي عمل تعمل لأجل رياء لأجل سمعة لأجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. إنما نطعمكم لوجه الله، إيش لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والله ما تطعم فقير ولا يتيم، والله المهم تاركك سوف يرفع يديه ويدعو لك في ساعة في أحوج ما تكون فيها أنت، يدعو لمريضك، يدعو لوالديك، يدعو كذا. أنا أذكر يعني كلنا عاصرنا العمل، ما فيه موظف أو إنسان يقدم خدمة إلا يقال الله يغفر لوالديك، ما يدعو له نفسه. فهذه سبب، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن إيش نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني نتقدم لأجل هذاك اليوم اللي يفرون منها، اللي انت تصدق لهم وكذا بيفرون الأولاد والزوجة وكلهم. نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، إننا نخاف من ربنا يوم، فإيش المكافأة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يعني ثم تأتي مثل ما ذكر أبو عمر هذه الصفات اللي والله المحروم من يحرم منها لما يراها الناس، وإذا يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ليش تمناها يا عبد الله ذاك الوقت؟ لا تمنى التأجيل الآن، بادر، لا يمس عليك اليوم، والله ما ندري عنه هنا نمسي ولا ما نمسي، ترك تصدق لأنك ما تدري، يصبح الإنسان هو يمسي ولا ما يمسي، يمسي ما يدري هو يصبح ولا ما يصبح، فبادر بها قلبها على طول. الآن يبغون منا مبلغا بسيط ونوصل بها نهاية المشروع بإذن الله، لن يعجز الإنسان أن يبذل ليقدم لينال هذه المكافأة من الله سبحانه وتعالى. فوقاهم الله شر ذاك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. جزاك الله خير يا أبو نايف، الله يكتب أجرك طول بعمرك. أبو هادي تفضل. الله يزيد فضلك ويرضى عليك. سبحان الله، هذا القرآن معجزة من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يتدبر المسلم كل حرف. شوف سبحان الله جمال هذه الآيات في مسألة الجناس والتجانس. عندما قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوما عبوس يعبس الوجه الكافر، وجه العاصي، وجه الخائف في هذاك اليوم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعض على شفاته ذال خائف في عبوس، لأنهم خافوا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وما تجرأوا على حدوده. فإيش أعطاهم الله سبحانه وتعالى؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. شفت الوجوه اللي هناك عابسة وفي قمطرير، جزاءهم الله سبحانه وتعالى بوجوه فيها نظرة وسرور. ولذلك ما يجتمع لعبد خوفين ولا أمنين، فمن أمن عقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا خوفها الله يوم القيامة، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف من الله سبحانه وتعالى في الدنيا أمنها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك الخوف أنك تخشى أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فتصيبك على نفسك ويوم القيامة وفي قبرك في حياة البرزخ، فالله الله سبحانه وتعالى الله الله يا كل مسلم أن يجعل عندك مشروع الخوف وحس الخوف في حياتك أكثر من الرجاء، أكثر من الرجاء، لأنك إذا زودت جانب الرجاء أمنت الخوف. ولكن إذا خفت أي شيء، بعض الناس إذا جاء يبغى يأكل من شيء بدأ يخاف لكونه حرام، بدأ يسأل، بدأ يخاف لا يكون حرام يدخل في بطنه حرام. وبعض الناس والله العظيم أنه يدرعم بها عكك
ما درى هي كذا ولا كذا، ما عليه ولا يشوفها. فلذلك فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يخشى الله في الغيب وفي الجهر، وأن يجعلنا وإياكم من من يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. آمين. الله يجزاك خير يا أبو هادي، بيض وجهك وأطرى أبو نايف تو الوقف والجمعيات الخيرية، ومن الجمعيات الخيرية جمعية البر بالمدينة المنورة، اللي نشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على رعايتها وهي